تجاوز سعر خام برنت حاجز $40 للبرميل للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أشهر، وهذا وسط إشارات لاقتراب منتجي أوبك بلس من الاتفاق على تمديد اتفاقهم التاريخي الذي يقضي بخفض الإنتاج. يضخ صانع السياسة الأتراك الأموال في الاقتصاد بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من عقد، وذلك لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وهي خطوة من شأنها إضعاف العملة وزيادة التضخم، إذ يطلق مقرض الدولة العنان للائتمان وسط ضخ البنك المركزي السيولة من خلال طرح السندات الحكومية، مما يسهم في ارتفاع العرض النقدي بمعدل سنوي يقارب 80%. تشير التقديرات إلى أن نحو ثلث إعانات البطالة المستحقة لملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة تفشي فيروس كورونا لم يتم دفعها بعد، إذ صرفت الخزانة الأمريكية $146 مليار في إطار إعانات البطالة في الأشهر الثلاثة الماضية حتى مايو، ولكن هذا الرقم التاريخي لا يرقى إلى إجمالي الفاتورة التي كان ينبغي أن تصل إلى حوالي $214 مليار لهذه الفترة. انكمش الاقتصاد الأسترالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليضع نهاية لما يقرب من 29 عاماً مزدهراً دون ركود، وهذا وسط توقعات بحدوث تباطؤ أعمق في الربع الحالي، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات في سيدني اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.